احنا اللي نريده نتعاون ونتكاتف حتى نغطي المربع الاول بالكامل. يا مرحله، مرحله اخيره اتشرف بها انه هي اليوم شاركت ويانا بهاي المبادره. مرحبا، نرحب بكم اجمل ترحيب من صوت المستقبل. اليوم راح اخذكم بجوله مهمه ويا مجموعه من شبابنا المتطوعين اللي يقدمون خدمه انسانيه داخل كليتهم. على مود تعرفون التفاصيل اكثر تعالوا يعني. عرفونا بيكم وشن هي مبادرات بصمة أمل. هو فريق تطوعي تأسس من 2015 حتى الآن، هو مستمر بأعماله ومبادرات الإنسانية والخدمية والتوعوية. احنا اليوم حريصين كل الحرص على توعية أكبر قدر ممكن من الطلبة الموجودين، فأنشأنا فرق تطوعية بالجامعات العراقية. هذا الفريق هو اسمه فريق بصمة أمل الجامعي. أكثر مكان يليق بالحدث اللي هو جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الإنسانية. هذا الفريق يضم أكثر من 510 متطوع من مختلف الأقسام من كلا الجنسين. شنو هي الأعمال اللي راح تسووها وشنو المميز بيها؟ الأعمال اللي راح نستهدفها هنا بهاي الكلية هي ثلاثة الأساسية: خلق مساحات خضراء، ثانيا الاعتماد على الهوية البصرية وتوحيدها لأن هاي الكلية لها مكانة وقيمة عالية. العمل الثالث والأهم هو خلق توعية بين الطلبة بعدة قضايا مجتمعية راح ناخذها ككواليس عمل ونصورها وتكون كمشاهد حلوة تلاقي استحسانهم ونخلق من عندها روح للتعزيز المبادرات التطوعية. حلو. ما مدى تأثير المساحات الخضراء على الصحة النفسية؟ كليتنا كانت تفتقر إلى مساحات خضراء، فكنا بحاجة إنه نزرع، فبصمة أمل جابوا الشتلات وجابوا غولات الثيل وزرعناها إحنا أي شيء، يعني ما دفعنا بس مجرد إنه رؤساء الأقسام انطونا إجازات عمود إنه إحنا نساعد ونسهم في زراعة هاي الحدائق. بالإضافة خضار والطبيعة هي صديقة الإنسان وصديقة البيئة. بالنسبة لنا المساحات الخضراء نحتاج إليها بسبب التغيرات المناخية والجفاف والتصحر، فبينا وما نزرع مساحات خضراء أكثر لأن لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية، يعني لها تأثير إيجابي وجمالية. شلون يمشي العمل هنا وايش قد عدد العاملين بالفريق؟ مصطفى، يمشي العمل هنا بكلية ابن رشد وبروح الفريق والمحبة وكلهم على خطى واحدة. ايش قد عدد العاملين؟ احنا الأساسيين منظمة بصمة أمل 7 رسامين، أما بقية أعضاء المبادرة هاي اللي بالكلية هم من طلبة الجامعة. لأن كليتنا مثل بيتنا لازم نعتني بيها ونهتم بيها، وتعتبر هذا مكان احنا ندرس به لمدة 4 سنوات، وما عدا احنا صار عندنا أصدقاء وإخوان من الكادر نفسه همينة. باكر عقبه من نجي في سنة سنتين مثلا إذا واحد يريد يكمل ماستر أو دكتوراه راح يجي يقول أنا ساهمت ببناء هذا الشيء، أنا ساهمت بصبغ هذا الحائط، أنا ساهمت برسم هاي الرسمة، أنا ساهمت بزرع هاي الشتلة، فإنسان يحس بفخر إنه قدم شيء للمكان اللي هو يدرس به. شنو هي رسالتكم اللي تردون تقدموها كطلبة من خلال هذه الأعمال؟ رسالتنا هي زرع روح المحبة والتعاون والمودة بين الشباب والبنات، كلهم إيد واحدة، قلب واحد وفريق واحد. شبابنا حلوين وبلدنا يستاهل كل شيء حلو. وصلت وياكم الختام جولة اليوم، هسه أقول لكم باي باي. خوش حكي احنا نحكي.